السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في باريزي شو. السعودية لما قامت الناس قالوا مدنية، عاوزين مدنية، خلاص الحكومة العسكرية ده خلاص من غير رجع، إن شاء الله بإذن الله تعالى يرجع نهاية الحكومة العسكرية للسودان. لكن حاليا السودان فيه يعني غنبل موغوطة، السودان حاليا غنبل موغوطة يا أخي. السودان كله بقى ميليشيات وحركات مسلحة وجيش وما معروف. نحن نادي بالمدنية يا جماعة، يعني ما ممكن السودان كان يمرق الحركات في السودان، ظهر في السودان حركات المسلحة أو الميليشيات. ففي حركة تحرير السودان، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، حركة تحرير السودان مجموعة 19 ما 19 ما عارف بقيادة خميس عبد الله بكر، حركة تحرير السودان جناح جار النبي عبد القادر، حركة تحرير السودان الوحدة بقيادة عبد الله يحيى، حركة تحرير السودان وحدة جوبا. بس جوبا جمع دخل جوبا شنو كمان؟ جوبا دخلوا عليه معكم يا جماعة، جوبا دي في الجنوب هنا بقيادة أحمد عبد الشافع، حركة تحرير السودان جناح آدم بخيت عبد الرحمن، جيش تحرير السودان جناح الدكتور شريف حرير، حركة تحرير السودان الكبرى بقيادة محجوب ياسين الكبرى، شو كمان الكبرى دي، حركة تحرير السودان القيادة الجماعية بقيادة سليمان مرجان، حركة تحرير السودان جناح أحمد كبير جبريل، حركة تحرير السودان القيادة العامة بقيادة آدم علي شوقار، حركة تحرير السودان للعدالة بقيادة علي عبد الله محمد خميس بن غوسين كاربينو، حركة تحرير السودان جناح أركو سليمان ضحية، حركة تحرير السودان الأحرار مقاتلي بن غوسين، مقاتلي جبل مون ولا جبل مون ما أعرف، أنا ما أعرف والله ما مفكر الاسم صح، بقيادة الطيب سليمان وآخرون، شوف كلمة آخرون هي شركة آخرون، حركة تحرير السودان جناح سليمان جاموس جاموس كلا بقر، حركة تحرير السودان جناح الدكتور صالح آدم إسحاق، حركة تحرير السودان للعدالة والتنمية بقيادة صديق مساليت، حركة تحرير السودان جناح أيمن إبراهيم، حركة الخلاص يا سلام بقيادة محمد علي إبراهيم، حركة تحرير السودان خط الإصلاح بقيادة نمر محمد، حركة تحرير السودان جناح محمد آدم طرادة، يقبل دولار عشان الناس تعيش معاك طرادة، تمن زمان طرادة يا أخي، حركة جيش تحرير السودان المتحدة يا سلام بقيادة عبد اللطيف آدم، حركة تحرير السودان جناح محمد إسماعيل، حركة تحرير السودان القيادة الميدانية بقيادة علي مختار، حركة تحرير السودان الإرادة الحرة يا سلام بقيادة بروفيسور، ده كمان بروفيسور كمان انت بروفيسور سبحان الله عبد الرحمن موسى، حركة تحرير السودان الأم بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حركة تحرير السودان جناح أبو القاسم أحمد أبو القاسم، حركة تحرير السودان الخط العام شنو مواصلات بقيادة حيدر قالوا كومة، ده اسم شنو يا جماعة قالوا كومة عديل الله يستر، حركة تحرير السودان الليبرالية هذا معلم عديل ده بقيادة حافظ إبراهيم أحمد، الحركة الوطنية لتحرير السودان بقيادة يحيى البشير بولاد، حركة تحرير السودان جناح إبراهيم موسى ماديبو، حركة تحرير السودان جناح السلام بقيادة يونس أحمد حامد، حركة تحرير السودان جناح مصطفى تيراب، حركة تحرير السودان جناح يحيى حسن نيل، حركة تحرير السودان جناح نهار عثمان نهار، حركة تحرير السودان الوحدة بقيادة عثمان بشر، حركة تحرير السودان جناح الزاكي موسى ماري ماري ده شو خلنا يا جماعة، حركة تحرير السودان المستقلة بقيادة آدم إدريس، حركة تحرير السودان الوفاق الوطني بقيادة عبد الباقي محمد بشير،
حركة تحرير السودان جناح أم حراز، أم حراز حركة جبهة القوة الثورية بقيادة حافظ عبد النبي، الحركة القومية لتحرير السودان بقيادة العقيد جابر محمد حسب الله، حركة تحرير السودان الثورة الثانية بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حركة تحرير السودان جناح عبد الرسول إبراهيم، حركة تحرير السودان جناح حسين حماد، حركة تحرير السودان القيادية التاريخية يا سلام بقيادة عثمان إبراهيم موسى، حركة تحرير السودان جبهة دارفور لرد المظالم بقيادة بدر عبد الرحمن، حركة تحرير السودان القوة الثورية استاذنة جبهة لها طقس جبهة الطقس بتاع افريقيا استاذنة الفقيرة ما علينا بقيادة صديق بكر اسماعيل، حركة تحرير السودان حركة القومية للحقوق الديمقراطية بقيادة هشام نورين، المجموعة الوطنية لتصحيح سلام مسار سلام دارفور بقيادة سليمان أحمد حامي، حركة الإصلاح والأحرار بقيادة محمد إبراهيم ناصر، حركة تحرير السودان راغبي السلام يا سلام عليكم يا راغبي السلام طبعا أكيد بقيادة حواء عبد الله سليمان أم الجيش حواء يا سلام عليك يا حواء جابت لنا نسوان كمان في الجيش قيادة عديل كده كمان نسوان، حركة تحرير السودان جناح محمدين إسماعيل بن حسين أورقة جور أنا ما أعرف دي لغة دي ولا دي اسم أنا ما أعرف خطيب الغوثين قال أروقة جور، حركة تحرير السودان جناح محمد آدم عبد السلام، الجبهة الثورية المتحدة بقيادة إبراهيم الزبيدي، جبهة القوة الثورية الديمقراطية بقيادة صلاح عبد الرحمن موسى أبو السرة يا أبو السرة مالك على الحرب يا أخي عندك السرة كلها يا أخي مالك مع الحرب والبشتن والجوطة يا يعني لسه شغالين لسه مواصل وانا حقيقة نيجي بعدين من الاذاعه، حركه العدل والمساواه السودانيه، حركه العدل والمساواه جناح الدكتور خليل، الحركه الوطنيه للاصلاح والتنميه جبريل عبد الكريم، الجبهه المتحده للمقاوله بقياده بحر ادريس ابو قرجه، حركه العدل والمساواه القياده الميدانيه بقياده محمد صالح حربه ده مهاجم ده شكله كده مهاجم عديل زود ده زي ما كنا نشوف هشام الصوات يجيبوا ليل الهلال، حركة العدل والمساواة، حركة العدل والمساواة جناح السلام بقيادة عبد الحليم أبو ريشة، حركة العدل والمساواة والديمقراطية بقيادة الدكتور إدريس أزرق، حركة العدل والمساواة مجموعة خارطة الطريق بقيادة بحر إدريس أبو قرجة، الزود ده ماسك له حركتين ولا شنو أبو قرجة ده مهين والله، قوة التغيير الديمقراطي بقيادة هارون عبد الحميد وآخرون، شنو آخرون يا جماعة؟ شنو شركة يا جماعة؟ شركة ولا شنو آخرون دي؟ والله يا جماعة حيرتوها دي، حركة العدل والمساواة القيادة الثورية بقيادة أحمد عبد الله خريف، إن شاء الله تبقى ربيع، حركة العدل والمساواة جناح محمد بشير آدم ثم بخير عبد الكريم عبد الله دمجو. يعني هو شيء حركة العدل والمساواة دي جناح محمد بشير أحمد ثم طوال يعني هذا طوال ثم ليش ما عارفين إحنا قولوا نائب يا جماعة قولوا نائب بخيت عبد الكريم عبد الله كنت أقول إيه ثم بخيت عبد الكريم عبد الله دي مشتركين في النتيجة ولا شنو الأوائل دي نتيجة مدرسية ولا شنو ما علينا، حركة العدل والمساواة للسلام والتنمية بقيادة عبد الرحمن إبراهيم، حركة العدل والمساواة جناح إبراهيم أبو بكر، حركة العدل والمساواة جناح السلام والتنمية بقيادة حسن محمد عبد الله، حركة العدل والمساواة القيادة التصحيحية بقيادة زكريا موسى عباس الدش ولا الدش ما أعرف نقطة تلاقي الدش بتاع الضمن أقصد معلش، حركة العدل الثورية بقيادة محمود إدريس تيراب، حركة العدل والمساواة جناح محمد بحر حمدين، حركة العدل والمساواة جناح عبد الرحمن بنات والبنات يا حركة العدل والمساواة جناح منصور أرباب، حركة التحرير والعدالة جناح التجاني سيسي، حركة التحرير والعدالة جناح بحر إدريس أبو قردة،
الجبهة الشعبية الديمقراطية للعدالة والتنمية بقيادة عبد العزيز أبو نموشة. جبهة الخلاص الوطني. يا سلام، شوف الخلاص دي كلها خلصوها. طيب خلصوها بلاوي. الجبهة الموحدة للتحرير والتنمية. يا سلام، تحالف كاودة. الجبهة الثورية، يعني داسي 85 حركة مسلحة أو ميليشيات ولسه ما خوفي أعظم. يعني انتوا راجين ان السودان ده يصلح مع البشرة دي كلها اللمة دي كلها. يخدم في استقطاع ما عادي، كمية بتاعت ميليشيات ما عادي. ممكن ما في دولة في العالم فيها التشرذم ده والتفرقة دي غير السودان. ما في، مستحيل تلاقي دولة فيها كمية من الناس الحركات المسلحة دي او ميليشيات مسلحة. ما في بالكمية دي. حتى لو جمع العالم كله خدتوه في كفة والسودان في كفة، ميليشيا السودان بترجح بالعالم ده كله. ما في دولة فيها كلام ده كله. ما والله ما طالما الناس قاعدين كذي، والله ما حيكون في سلام ولا حيكون في عداله ولا بيكون في البلد حيتفرتك كله. يا اخي فلان ده كان زمان يا جماعه، هسه بقت حكومه، نحن حكومه مدنيه يا جماعه. ما واحد بس يلم له 50 60 نفر يقول له حكومه نمشي الشارع، يسجل اسمه انه عنده حركه مسلحه ولا عنده ميليشيا. ناس الحركات انتم ما تعزفوا على الوتر الحساس. تمشوا ناس جهاد دفاع تقول لهم يا جماعه انتم ماشيين حدا نحارب من اجلكم، يلا يا جماعه تجندوا في الجيش بتاعنا عشان نحارب نجيب حقنا بالقوه. بتخشوا في الجماعه دي يا جماعه انتوا، وانتوا عشان تشنو؟ عشان تساوموا الحكومه على حاجه شخصيه لكم انتوا ديل، عاوزين لكم منصب كرسي يا مرابطه. هسه كان عندك منصب ما بتشتغل من هاي لا دافع ولا غيره، ولا بتشتغل من هنا الازرق ولا غيره. ما تخشوا الناس يا جماعه يا اخي. خلاص يا جماعه، اصل اي حد طالب بحق. بس السودان حاليا كله مهمش. السودان حاليا كله مهمش. السودان مار بفتره صعبه شديد، عايز الناس تتوحد. عاوزين نتوحد يا جماعه، عاوزين نتوحد يا جماعه. انبذوا العنف وانبذوا الانشقاق والتشرذم. السودان ده الناس بتتربص بيه، البلد الدول دي كلها اعداء لينا، تربصوا بينا عشان احنا نختلف مع بعض، وهم يشيلوا اراضينا يشيلوا خيراتنا. يا جماعه تاني ما في حاجه اسمها ميليشيا ولا حركات مسلحه. خلاص قفل العقد يا جماعه، قفلوا الكلام ده يا اخي. ممكن احنا متين يعني كل مره يظهر لنا فريق ثلاثه يقولوا عندنا حركه مسلحه. انا متاكد في الاسبوع الجاي ولا اللي بعده كمال فتى بيجي ظاهر، كمال ترباس يعمل له برضه، يعمل له برضه يقول لك انا عندي ميليشيا ولا عندي حركه مسلحه. يسمى تحرير الطقه، تحرير السودان يا اخي. في مليون اس 65 واحد احنا، تحرير السودان تحرروا منهم. نحن نحرروا منكم انتوا ديل، نحن عاوزين نحرر السودان منكم انتوا ديل. واي حشاي سلاح ما يستحق انه يقعد في البلد ده. خلاص نحن دانين، خلاص السلاح ده خدته بعيد يا جماعه، خدته السلاح دانين. بعدها دانين التنميه، القرايه، التعليم. بعد خلاص التعليم هو السبيل، القلم. بعدين نحن دانين خدت السلاح ده غالي نمسك القلم. التعليم اهم شيء يا جماعه. والحاله هي صعبه، والحاله قاسيه، والبلد ما بيضيق شديد، لكن بتفرج ان شاء الله. انتوا لو تعاونتوا مع بعض ونبستوا العنف والاستغلاليه دي السودان بيصلح. لكن انتوا لو بتعملوا كده السودان ما حيصلح. انتوا حتضيعوا زياده. يلا يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.